Okay. يبقى ادي اي 1 سالب اي 2
صفر. يعني هو بيشيل اللود كارنت او سير اللود كارنت في فترة واحد ونيجاتيف اللود كارنت في فترة اربعة. ده بالنسبة للاي فور. لو حبيت ارسم بقى الاي الفي اوت، ايوه الاي سبلاي تاني، عندك اي 1 ترانسفورمر دوت الفولت امبير للدرايفر بيساوي سكندري امبير.
في دي سي كومبوننت ولا لا. لو في دي سي كومبوننت يبقى في كارنت ما بيحصلوش ترانسفورميشن ما بين السكندري والبرايمري، يبقى الاثنين ما بيساويش بعض. لو في ما فيش دي سي كومبوننت في السكندري كارنت يبقى الاثنين بيساوي بعض. فانا عندي هنا السبلاي كارنت اللي انا رسمه بالاحمر ده في دي سي كومبوننت، ها السبلاي كارنت في دي سي كومبوننت، ما فيش دي سي كومبوننت. اعرفها منين؟ ان انا احسب الافرج، الافرج اندر كيرف، الافرج اريا اندر كيرف، الاريا اندر كيرف، الاريا دي قد الاريا صح؟ بص قد النيجاتيف، يبقى ده الافرج بتاعه بيساوي صفر، يعني الدي سي كومبوننت بيساوي صفر، يعني الفولت امبير للبرايمري هو نفس الفولت الامبير للسكند. اوكي؟ طيب يبقى ديت ملحوظه ودي ثابته مالهاش علاقه بدايره السيمي كنترول. كل دوائر الاكتفاير بريدج كده، كل دوائر الاكتفاير بريدج كده. طيب الحاجه الثانيه في الديزاين بتاعنا في دي لو انا بصيت اللود، اللود الاي او يساوي الاي دي يساوي الاي او الاس، تمام؟ لان الاي سي كومبوننت تقريبا بصفر لو انا عامل حتى. طيب الفي افريج، الفي افريج بيساوي واحد على الاي بنعمل من الفا الواي بيساوي اثنين بي اس ساين سيتا بالنسبه لي، يعني يساوي اوف
او مفيش ديفايس شغال، في اوت هيساوي ايه؟ صفر. لما 3 و4 شغالين مع بعض في اوت هيساوي نيجاتيف اس، يعني شكل في اوت مش هيختلف عندي في حاجه، هيبقى في اس لما 1 و2 شغالين نيجاتيف اس، لما 3 و4 شغالين صفر. في حاجه من 0 لالفا من باي، باي زائد الفا في كل الحالات. لو هيدا اندكتيف فلو نتيجه الفري ميد افكت في شورت سيركت على الاوت، وفي حاله الريزنت فلو لان الكلام ده بيساوي صفر. يبقى هنا ديت اقدر اقول عليها الكيرف ده ثابت ريزيستيف وهايلي اندكتيف لود. اوكي؟ طيب نقطة برضو تهمنا في الدايرة بتاعتنا ان انا اعمل الريتنج بتاع الديفايسز. ريتنج للديفايسز. اه هي الصيف على قبل ما نقول الريتنج بتاع الديفايسز محفوظة بس على جنب. الباور هنا اللي هي اول بتساوي ايه؟ دي اللي اتغيرت دول. لو ما كانش هي اللي انبكت دول هو ناتالي صح؟ بس ان جنرال هي بتساوي الاي او الار بي اس هي الاي او اتش بي لو في صح؟ فحاله ان هي انبكت دول لو تفتكر القانون اللي احنا قلناه في اول محاضره او ثاني محاضره خالص كنا بنقول الباور بتساوي ايه؟ بتساوي بي دي ار دي اي باور زائد سيجما اي ان اي ان على 2 كوساين فاي ان سالب في واي اي ان. فاكرين القانون ده؟ وساعتها لما جينا نطبق القانون دوت على السبلاي الاي سي سبلاي خد درجه بتساوي صفر عشان الافرج فولتج يساوي صفر للسبلاي، وفي الاخر السبلاي مفيش غير الفاندمنتال بس، فتبقى في اي اس 1 كوزاين افيشنت ده اللي احنا عملناه. طب لو طبقت الكلام ده على الدايره بتاعتك على اللوب ده فهقوم غالب اي حاجه، فهقوم اطبقه على اللود. يبقى في اوت بتساوي في دي في اي دي زائد سيجما في ان اي ان على دي كلها في الدلتا بتساوي ايه؟ في الحاله دي الهيب اللي انت بتقول بيساوي صفر، لان انت ما قلت لي هيب اللي انت بتقول مش طالب لك الكلام ده ليه الكلام؟ يعني انت قلت لي ان الاي ان انا اهملت انا اهملت كل الريجل، يعني اهملت كل الاي سي كومبوننت صح؟ ده انا اهملت كل الريجل والاي سي كومبوننت يبقى الكلام ده كله صفر. يبقى في اوت في اي هيفلي اندر لود او ليفل كرنت بتساوي في دي اي دي. طيب ده بالنسبه للدي اوت. لو انا عايز احسب الديفايسز دي الديفايسز دي فاول ريتنج اللي هو الدي اتلس ممكن بيساوي جذر اثنين دي اس دي خلاص اوكي. الاي ار بي اس بتاع الديفايس لو انا اخدت واحد اي 1 ار بي اس بتساوي ايه بقى؟ ادي اي 1 اي 1 ار بي اس بتساوي ها هتجيب بقى هتحسب لك معادله لو انت عايز تمام، بس تسهيلا يعني دايما لما تيجي اسم الار ان اس كونستنت كرنت لو بيساوي كونستنت تاو جامد انتجريشن الاي 1 ار ان اس بيساوي قيمه الكرنت اللي هو ثابت عليها اللي هي الاي تي في جذر التربيع 6 اون على عايز تعملها بتجاهه مرفوع على نفس المسافه. يبقى اي ار ان اس كونستنت كرم اي كونستنت كرم وبيساوي كونستنت كرم وكان التربيع 6 على 2 ونص. اللي هي الانتجريشن كانك تعمل انتجريشن لكونستنت كرم يطلع لك بالزاويه بس. اوكي؟ ولو عايز تحسب الافرج كرم لاي كونستنت كرم هو الافرج هو القيمه الافرج بتاعتك او القيمه الكونستنت كرم في شيل الجذر ده. سيتا اوت على يعني لو انا بحسب الافرج فاليو في اي 1 تبقى الاي 1 افرج بتساوي اي دي في سيتا 1 على 2 وشيل الجذر بس. يبقى ده كده بس في الار اس
باي على اتنين باي يعني على جذر اتنين. تمام؟ طيب لما زي ما بتيجي تحسب الفايسز ديت بتحسبهم عند الورست كيس صح؟ عند الورست كيس. الورست كيس سيناريو بالنسبة لأي سايس هو انت عند المينيمم فايرنج انجل. طيب هل المينيمم فايرنج انجل او الفايرنج انجل بتأثر على الغيطة؟ يعني انا في الاخر قلت لك لون معين انا شغال اللون بتاعي ده يعني ايه مسألة رقم 27 اللون بتاعي غيطي ب 10 انجل مثلا احسب لي الار دي اس او الديفايس كريتنج. الديفايس كريتنج كانت تقول لي 10 على جذر هل صح؟ لا مش صح. لازم اشوف الوسط كيس سيناريو بتحصل امتى؟ مش شرط عند لود معين، هي بتحصل عند المينيمم فايل اللي انا بتاعتي او سيرفر كان طيب. طيب السؤال هنا ازاي ده اربط الفايل اللي انا قيمه الاي دي؟ يعني انت قلت لي اه ده الاي دي ب 10 امبير بس عند انا فايل يعني المفروض فايل اللي انا ب 30. طب ازاي اعرف الفاريشن الاي دي مع الالفا؟ هل في فاريشن الاي دي مع الالفا؟ هل الألف بتأثر على قيمة الأي تي؟ الأي تي بتساوي إيه؟ على قيمة إيه دي أفريج؟ بتساوي في إي على أه لو في نقطة إيه بتحطها ناقص إي. طب الأي تي بتساوي إيه؟ جذر 2 بي إس على باي 1 زائد باي ألفا على باي صح؟ يبقى أنا هنا الأي تي هي بتعتمد على بي دي وبي دي بتعتمد على الالفا. فالورست كيس او الماكسيمم كارنت اللي بيحصل لي عند الالفا بتساوي صفر. طب احسب عند الالفا بتساوي صفر، احسب منها عند بي دي عند الالفا بتساوي صفر، ومنها احسب الاي دي عند الالفا بتساوي صفر. ده فرض طبعا انا ما عنديش بطاريه، لو في بطاريه بحسبها بس برضه عند نفس الكلام، بحسب البي دي عند الفا بتساوي صفر واطرح منها ايه واقسمها على الاي. اوكي؟ حد عنده مشكلة لغاية هنا؟ شرط مين اللي هيتحقق؟
شرط 4 اللي كان بيفصل 2 في حاله عدم وجود فري ويلنج دايود، صح؟ طيب مع فري ويلنج دايود مين اللي هيشتغل؟ 1 و4 ولا الفري ويلنج دايود؟ برضه خلي بالك، هو علشان 1 و4 يشتغلوا احنا قلنا ان ايه؟ شرط 4 اتحقق وواحد اوريدي شايل الكرم، صح؟ تمام. بس علشان برضه يشتغلوا مع بعض ويبقى في مسار للكرم لازم شرط البرانش ده هو اللي يتحقق، اللي هو شرط البرانش ده اللي فيه دبل بايت يكون اكبر من في ار، لازم ده يكون اكبر، يعني ايه يعني مثلا اكبر على هتساوي 1 على 10 والبرانش بتساوي 7 على 10. فهو اوريدي الرسمه بس علشان احنا مش شايفينها بالتفصيل، اوريدي لما واحد واثنين يشتغلوا ايه اللي بيحصل؟ في اول بيساوي في اس، صح؟ هيجي عند الباي، ايه اللي بيحصل؟ عند الباي لحظيا لما الفي اوت يبقى بصفر، هل واحد واربعه هيشتغلوا؟ لا مش هيشتغلوا، لازم في اوت تنزل نيجاتيف بما يكفي انها تشغل لي واحد واربعه، صح؟ اللي هي تبقى محتاجه كام؟ واحد واربعه من عشره لواحد وسبعه من عشره لاربعه، يعني محتاجه اثنين، يعني هكبرها بس طبعا هي مش كبيره كده، كاني بقول لك ان الفي اوت محتاجه انها توصل ل 2 و1 من 10 فولت بالنيجاتيف عشان واحد الاوبشن بتاع 1 و4 ده ايه تشتغل. احنا بنهملها لانها قيمتها صغيره بالنسبه للسبلاي فولتج اللي احنا بنقولها، فعشان كده بقول لك عند الواي على طول، لكن هي المفترض انها تنزل بعد الباي ل 2 و1 من 10 عشان المود ده يشتغل، اوكي؟ طيب ده حاله الاوبريشن اللي احنا لسه شرحناه من شويه. طب يحصل ايه بقى لما يبقى فيه فري ويلنج دايت؟ فري ويلنج دايت هو شرطه هو نفس شرط واحد واربعه، بس علشان مش نقدر محتاج قد ايه؟ 7 على 10 فولت بس، ده دايت واحد. يبقى اذا لما الفي اول تيجي تنزل بالنيجاتيف هتنزل توصل لكام؟ 7 على 10 الاول، وانس انها وصلت ل 7 من 10 ايه اللي هيحصل؟ الفري ويلنج دايت هيشتغل، وانس ان الفري ويلنج دايت اشتغل هيعمل لك ايه؟ هيسحب التوتال كام؟ التوتال كام كله بقى يحصل له فري ميل في الفري ويلنج دايت، يعني مين اللي هيتفصل؟ واحد واثنين، يعني الفري ويلنج دايت هيجي يفصل لي واحد واثنين، يجي أربعة تقول لي أربعة شرط هيتحقق، بس شرط هيتحقق ملوش مصدر للكلام، النقطة اللي إحنا شرحناها في الريزستنت جروب، قلت لك لما واحد فصل أربعة ما قدرش يشتغل علشان واحد فصل منه الكارت فالكارت بقى صفر، فكذلك نفس الكلام هنا، لما الفري ويلنج دايت يدخل عندي هيشتغل بدل واحد وأربعة، يبقى في الفترة دي الفري ويلنج دايت هو اللي هيشتغل وهيفصل لي واحد وأربعة وبعد باي زائد الفا عند باي زائد الفا ثلاثه تاخد الفاينل بلس واربعه تشتغل معايا، وكذلك يتكرر الكلام دوت معاك في حاله اثنين وثلاثه. اوكي؟ فده شكل فري ويلينج. طيب لو انا بصيت بقى الفي اول شكله هيتغير، واحد واثنين لما يبقوا شغالين الفي اول بتساوي في اس، ثلاثه واربعه نيجاتيف في اس، الفري ويلينج دايت لما يشتغل في اول بتساوي صفر، يبقى هنا صفر، يبقى الفي دي هتتاثر بحاجه؟ مش هتتاثر، لا يبقى شك لا شك ولا قيمه، الفي افريج هتتاثر بوجود الفي ريلينج دايت. طيب شكل الكارت بتاع الديفايسز اي 1 هيبقى شغال من الفا لغايه باي بس، اوكي؟ يبقى هيبقى شكل اي 1. فلو جينا حسبنا الديفايسز ريتنج في حالة وجود فري ويلنج دايت يبقى اي 1 ار ام اس في حالة وجود فري ويلنج دايت هتساوي ايه؟ لو طبقنا القاعده اي دي تمام سيتا قلنا على الاثنين، سيتا قلنا كام؟ سيتا قلنا جديده تمام واي سالب الفا، احنا قلنا
وده طبيعي لان الورست كيس هو الفري ويل اللي غالب بيشتغل امتى؟ من زيرو لالفا ومن واي لواي زائد الفا. فالورست كيس لما تبقى عندي الورست كيس لما تبقى عندي لالفا بتساوي صفر دي بقى معناها ايه؟ ان الفري ويل اللي غالب ما بيشتغلش. فالورست كيس كان الفري ويل اللي غالب مش موجود فالديفايسز ريتنج مش هتفرق معاك. تمام؟ الديفايسز ريتنج مش هتفرق معايا. طب السؤال بقى ده اثر لي علشان الويف فورم بتاع الكي اوت ولا اثر لي في قيمه الكي افريج ولا اثر لي في قيمه الديفايسز ريتنج؟ امال انا بكتبه ليه؟ ايه فايده او ايه هركبه؟ ممكن تقول لي ما بلاش نركبه. تمام؟ في مشكله اتعرضنا ليها المره اللي فاتت او كتبناها الاكتيفيتي ان ساعات بتحصل مشكله في دوائر كنترول سواء فوريا او سيمي كنترول اللي بتحصل ميس فايرنج للديفايسز. صح؟ انا دلوقتي لو حصل لي ميس فايرنج للديفايس تمام في حاله الهيتري اندكتيف فلويد لما في الحاله بتاعتنا ديت ريفري من الجرادايم واحد واثنين شغالين لغايه الفا لغايه باور وبعد الباور واحد واربعه. صح؟ طب لو ثلاثه حصل له ميس فاير مين اللي هيكمل مع اربعه؟ واحد. فواحد هيكمل مع اربعه ويجي يكمل هنا مع اثنين ويجي هنا ياخد فرق الديفايس بتاعه. يعني لو ثلاثة حصل له ميس فاير تمام ايه اللي هيحصل؟ اربعه هيشيل التوتال واحد هيشيل واحد هيشيل التوتال ثلاثه. طب انا واحد عامل الديزاين ان الاي تي ستارت بتاعه كام؟ باي تي على اساس اثنين مش اي تي. فبدل ما تجيب ديفايس تستحمل النود كارت بالكامل لا انا هجيب دايركت يعمل لي بروتكشن من حاله الميس فاير. لان لو اربعه حصل لو ثلاثه حصل له ميس فاير والفري ميلينج دايركت شغال واحد اوريدي فصل ففري ميلينج دايركت بيجي عشان يعمل بروتكشن للديفايسز في حاله الميس فاير تمام ما ايه ما تتاثرش ومن غير ما ازود الريتنج بتاعتي. نعم الفي اوت بيعتمد على ايه؟
طيب السؤال هنا لو عايز اكتب الوسط في السيناريو او في التاكس محترم حالي خليني ايه الدرايفرز؟ هيسيب كام؟
معاكوا الشيت؟ معاكوا الشيت؟ الشيت اكيد معاكوا على الموبايل على طلعوا على رقم 8. Set its maximum value. Yani
دايره اللي بتغذي دايره الفيل. يعني انا هقول الجهاز الاثنين دي اس على واي على ار 1 زائد كوساين الفا في دايره الفيل. يبقى لما يقول لي ان الفيل بكرنت باعلى قيمه ليه يبقى الالفا بتاعت دايره الفيل دي بتساوي كام؟ طيب المعلومة الثانية ايه اللي في المسألة؟ ايه المعلومة الثانية؟ قال لك ان اللود فوق يساوي كام؟ مش فاكر الرقم 145 ولا كام؟ 45 مش مهم يعني بس الرقم عادي. اوكي؟ طيب اللود تورك اقدر استفيد منه ايه؟ ايه علاقته بين الموتور تورك؟ ده اللود تورك الموتور تورك يساوي اللود تورك زائد فريكشنز. تمام؟ يبقى ده مثال تي موتور زائد فريكشن. تمام؟ ايه المعلومه اللي بعد كده؟ الفولتج كونستنت دي الابتشر بيساوي كي. في اي معلومه تاني مش مذكوره عندي؟ ها؟
الاتجاه تاني بسرعه. السرعه ده ايه؟ 1500 ار بي ام. 1000 ولا 1500؟ 1000 ار بي ام. طيب ايه بقى المطلوب في المساله؟ اول مطلوب عايزين نحسب في اي حاجه في الدنيا انا عملتها. اخر جمله خالص بيقول لك ايه؟ اسيوم للفيل والارنشا كارت في ليفل صح؟ لا ليفل كارت ما بيجيش غير من ناحيه الدكتور كله. زي ما انا قلت لك اللي هي الدكتور كله هياخدنا بنتيجه ان الليفل منبلغ فبالتالي ده ليفل كارت. فلما يقول لك ليفل كارت يبقى ده الليفل. تمام؟ في اي معلومه انا نسيتها؟ ايه بقى السؤال؟ ايه اول سؤال خالص؟ اول سؤال خالص عايز احسب الفاير انجل بدايه الارمشر. الفاير انجل بدايه الارمشر يبقى بدايه الارمشر عايز احسب الفاير انجل بتاعي. اوكي؟ نعم. يا اول سؤال طارق فين الكلام خلاص فين الكلام انا اقدر احسبه على طول. ده احنا حسبناه واحنا ايه؟ بنتكلم. يبقى في اس اللي هي ليفل عندك السبلاي. السبلاي عندك ليفل والفيلد فايرنج انجل بصفر اقدر احسب ليفل بالفي دي اس وعندي الار اس والار اي في المساله صح؟ تمام. يبقى انا اول مطلوب عندي حسبت الفيلد كارنت. اوكي. المطلوب اللي بعد كده انا عايز احسب الايه؟ الفاير اللي هي بدايه الارمشر. طيب بدايه الارمشر ايه القوانين اللي بتحكمها؟ انا عارف بدايه الارمشر دي ايه بتساوي نسبه ايه؟ بي اس على واي 1 زائد ساين الفا ايه؟ دي هي بدايه اللي انا عايز احسبها صح؟ وفي الوقت نفسه ده من ناحيه بدايه الريكتفاير. من ناحيه دايره الارتنشر الفولت الابار على دايره الارتنشر بيساوي ايه؟ بيساوي اي زائد اي اي ار اي. تمام؟ دايره الارتنشر هي اللي بتاخد الدور. يبقى الافرج فاليو للفولتج عليها بيساوي الاي زائد الاي اي ار اي الافرج فاليو. تمام؟ عندي ايه بس تاثيرها ما كانش في الافرج فاليو لان الافرج فاليو ايه؟ الدبل فولت بيساوي يبقى انا عشان احسب الالفا ايه محتاج اعرف الفي ايه محتاج اعرف الترم ده. الترم ده هو اقدر احسبه الاي بتساوي ايه؟ ليفل الاي في حسبتها الاوميجا ده ده جامد. يبقى انا اقدر احسبه الاي انا كده الترم الاولاني ده حسبت الاي في الاي بتساوي الاي جيفن. الاي دي احسبها منين؟ الاي اي الارمشر تحسبها منين؟ من الموتور تورك. الموتور تورك بقى هو الموتور تورك عشان انا عامل كونفكشن. الموتور تورك بيساوي ايه؟ كي فاي فاي ايه صح؟ انا مش لسه شايف الكي فاي انا عملتها الكي ايه؟ فاي في يبقى التورك عندي الكي ايه عندي الار في عندي اقدر احسب الارمتشر كارب. حسبت الارمتشر كارب اقدر احسب منه في دي ايه اقدر احسب منه كوساين الفا واقدر احسب الالفا ايه بدل ما تمسك عنه. المطلوب اللي بعد كده ايه؟ عايز احسب
اسم دايرة الفيلد. انا عندي الالفا اف بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. هو السبلاي كارت اللي احنا لسه قايلين من شويه دايرة السيمي كنترول كان بيساوي الاي دي من الفا لغايه باي ونيجاتيف من باي زائد الفا لغايه 2 باي صح؟ كان بيساوي صفر في الفترات اللي هي من 0 لالفا ومن باي لباي زائد الفا الرسمه اللي احنا لسه قايلينها من شويه. لما الالفا تساوي صفر يبقى الاي سبلاي بيساوي ايه؟ هيساوي الافرج فاليو او الرو كارت من 0 لباي ونيجاتيف الرو كارت من باي ل 2 باي. يبقى ده السبلاي كارت اللي دايرة الفيلد. دايرة الارمنشر ها؟ دايرة الارمنشر لا في الفا اللي انا حسبتها يبقى هنا هيبقى ليه قيمة لغاية الفا ايه؟ صفر. بعد كده ركز معاكم. هنبتدي بس بتقدمة سريعة كده في سي فيز تمام، هنكمل المرة الجاية إن شاء الله. بتاعت الويف فورم بتاعت الفراغ اللي
محتاج ان انا احسن الريت. اول حاجه لاحظها او ان انت هتلاقي ان انا بنهي الدوائر بعمل ابجريد للدوائر او اغير الدوائر بتاعتي ان انا بحسن الريت بتاعتي عشان الهدف اللي احنا قدامنا. الحاجه الثانيه انا عندي كل لما تزيد انا عندي احمال تزيد، الاحمال تزيد يعني ايه احمال تزيد؟ انا محتاج فولتج كابابيلتي عاليه، محتاج ان في انرج. يعني انا في الاخر في الدوائر بتاعتي لو انا اتكلمت على الفلوينج بتساوي كل ضيق.
الفترة اللي هيشتغل فيها الدايل رقم واحد هي الفترة اللي الـ VA اللي هي الـ F بتاعه مور بوزيتيف عن بقية الديفايسز. هي امتى VA مور بوزيتيف عن بقية الديفايسز؟ من الزاوية، بص عندك هنا الزاوية كام؟ Thank you.
جذر النيوتريس فرنسي هتورمت الاكسس بتاعي في نص الفص بالظبط عند الزاويه 90. تبقى الويف فورم ديت هتبقى الاكسبريشن بتاعها ايه؟ كوساين ثيتا. يبقى لو هو الجذر الاثنين في اس كوساين ثيتا بالنسبه للثيتا حدود التجاوب لو انا خدت الاكسس بتاعي Thank you.